للمزيد من المتابعة والنقاش لهذا الموضوع ينضم إلينا من طهران السيد مصدق بور الكاتب والباحث السياسي، ومن أبو ظبي عبر زوم السيد مازن العليوي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكما. أبدأ من أبو ظبي معك سيد مازن. الشيخ طهمون في طهران إذا والتقى بالفعل بالرئيس الإيراني وبعدد من المسؤولين الرفيعين هناك، أهمية هذه الزيارة لا سيما في هذا التوقيت وفي ضوء هذا السياق لهذه الزيارات والمحطات الإماراتية في عدد من العواصم في المنطقة؟ بالبداية شكرا لكم والتحية لكم أيضا ولجمهورنا الكريم. قبل أن أجيب على أهمية الزيارة أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن دولة الإمارات تحولت من دولة راعية وداعية إلى السلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم إلى دولة لا أبالغ لو قلت إنها الآن رائدة عالميا في هذا المجال. فالسعي إلى استقرار منطقة الشرق الأوسط مهم للعالم بأسره وليس للمنطقة فقط، وهناك الكثير من الأثرات. نعود إلى أهمية الزيارة. من الأمور المهمة في هذه الزيارة أنها تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا، ثم وكان وزير نائب وزير خارجي إيراني في الإمارات قبل مدة قريبة، و الزيارة الآن لمستشار الأمن القومي الإمارات الشيخ طهمون إلى إيران ولقائه برأس الهرم في إيران وهو الرئيس، يشير إلى أن دولة الإمارات فعلا تسعى إلى إزالة كل النقاط الخلافية السابقة بمبادرة منها من أجل استقرار المنطقة وحل النقاط الخلافية. لا يمكن أن تبقى المشاكل عالقة، هذه هي الفكرة الإماراتية بتخيلي، وأتوقع أنها ساعية بشكل جدي إلى التقارب مع الدول ذات الثقل الإقليمي مثل تركيا ومثل إيران. إيران حاليا طبعا لا أحد يستطيع أن ينكر أنها ارتكبت بعض الأخطاء السياسية التي أدت إلى خلافات مع دول المنطقة. الآن المسارات يفترض أن تصحح، والمبادرة الإماراتية تأتي الآن من أجل تصحيح كثير من المسارات، لعل من أهمها المسار الذي كان يؤدي إلى مشاحنات، إلى توترات، إلى ما إلى ذلك، والآن يفترض أن تكون العلاقة ودية، فدول الجوار يفترض أن تتحاب وتتقارب وتتعاون اقتصاديا وتتعاون أمنيا وتتعاون من مختلف النواحي من أجل أن تنهض الشعوب. الشعوب تسعد بالتنمية، تسعد بالأمن، تسعد بالأمان، تسعد بالاستقرار، وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة. سيد مصدق مرحبا بك معنا في هذا النقاش. إلى أي مدى بتصورك فعلا تمهد هذه الزيارة إلى فصل جديد من فصول العلاقة بين طهران ودول المنطقة والجوار؟ نعم، شكرا لك أخي بهاء، وأيضا أحيي الضيف العزيز ومشاهديكم. أنا باعتقادي يعني العلاقات الإيرانية الإماراتية كان من المفترض يعني منذ البداية أن تحتفظ بطابعها أو بوضعها الطبيعي. يعني للأسف يعني في دولنا في منطقتنا يعني حتى إيران ارتكبت هذا الخطأ، أنا لا أريد أن أبرئ فقط. العلاقة السياسية يجب أن لا تكون غالبة، يعني المشاحنات السياسية والتوترات السياسية يجب أن لا تتغلب على المصلحة الاقتصادية والمصلحة التجارية، لأن المصلحة الاقتصادية والتجارية والثقافية ملك لشعوب المنطقة، وبالتالي رجل السياسة لا يحق له أن يتلاعب بها. ولكن للأسف يعني نحن شاهدنا عكس ذلك، واليوم أنا أعتقد يعني في ظل التحديات الموجودة في هذه المنطقة وبحكمة يعني القيادة الإماراتية فعلا حكيمة وأثبتت حكمتها، وأيضا حكمة الحكومة الإيرانية الجديدة، يريدون فتح فصل جديد في هذه العلاقة، يعني عملا بالاستحقاق التاريخي. يجب أن تكون هذه العلاقة علاقة قوية، لأن بيننا وبين الإمارات الشقيقة وحتى مع السعودية الشقيقة يعني أكثر من مصلحة، المصلحة الأمن المشترك، المصلحة الاقتصادية، المصلحة الثقافية، وبالتالي كل هذه المصالح تفرض علينا استحقاقا بأن نبني علاقات قوية ومتينة بيننا، وأن لا نسمح لرجال السياسة ولبعض التصريحات التي تنطلق من هنا وهناك أن تؤثر على هذه العلاقة وتعكر صف هذه العلاقة. أنا في اعتقادي هناك فصل جديد، فعلا فصل جديد، لأن هناك حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي هي أعلنت، يعني أنا شخصيا تحدثت مع الرئيس
هم منذ البداية يعني هم أعلنوا بأنهم جادين في بناء علاقات وطيدة جدا يعني مع دول الجوار. لماذا؟ لأن الذي يستفيد من هذا التوتر هم أعداء هذه الأمة. اليوم المنطقة أمام تحدي وأمام فتنة كبيرة لإشعال حرب فيها، والمستفيد في هذه الحرب ليس بأكثر من إسرائيل، والخاسر هي دول المنطقة. وأنا أعتقد يعني القيادات الحكيمة في الخليج وفي طهران هم وعوا وأدركوا هذه الحقيقة. نعم. وبالتالي أشقائنا ماذا عن طهران سيد مصدق؟ كيف وصلت طهران في هذه المرحلة؟ نعم. لهذه الخلاصات التي تشير إليها والمضي إلى مسار جديد من مسار العلاقات مع دول المنطقة والإقليم، هناك وفق المؤشرات برغبة حاضرة لدى طهران من خلال المؤشرات والاتصالات وبعض الزيارات كذلك لبعض العواصم في المنطقة، كذلك إلى جانب مسار المباحثات والمحادثات مع الجانب السعودي. ما الدوافع الحقيقية وراء هذه الاستدارة في طهران في هذه المواقف والمضي لهذه الأفاق الجديدة؟ أنا أعتقد يعني طهران هي منذ البداية يعني هي أولا لديها عدة مبادرات، يعني منذ عهد الرئيس أحمد نجاد وتوجه إلى مجلس التعاون، يعني قمة التعاون الخليجي هناك، وعرض مبادرة من 14 نقطة، وأيضا الرئيس الذي تلاه السيد روحاني هو أيضا تبنى مبادرة هرمز، وأيضا هذه الحكومة وقبل ذلك السيد رفسنجاني، يعني في عهده كان هناك عصر ذهب يعني في العلاقات بين البلدين، وأيضا في عهد الرئيس محمد خاتمي. إيران منذ البداية هي كانت تقول، ولكن للأسف يعني هناك من تدخل وسطنا، وهناك بعض الأخطاء التي ارتكبت من قبل قياداتنا للأسف يعني هي انخدعت نستطيع أن نقول. وبالتالي ما الذي دفع؟ أنا أعتقد يعني أنا في اعتقادي بالإضافة إلى رغبة الدول، هناك استحقاقات هي تفرض نفسها يعني، وبالتالي اليوم تشهد المنطقة تحركات إيجابية كبيرة، يعني زيارة سمو ولي العهد السعودي إلى عمان، وزيارة زيارات أخرى لتركيا إلى تركيا، زيارة المسؤول الإماراتي إلى تركيا، وأيضا هذه الزيارة وقبلها على حال، يعني هذه كلها تؤكد أن هناك وعي جديد، وهناك انفتاح جديد، وهناك فصل يعني يبشر بفتح فصل جديد في العلاقات. في ضوء هذا الظرف سيد مازن العليوي وهذا المناخ الساعي لتبريد الملفات وحلحلاتها في المنطقة وكل السياق الذي أشرنا إليه، وفي ضوء كذلك الإشارات الطالعة من طهران، إلى أي مدى بالإمكان البناء على كل هذه المعطيات للذهاب أبعد في إطار تحسين العلاقات بين طهران والمنطقة؟ جميل هذا السؤال. الذهاب إلى أبعد يكمن في حسن النيات والحوار العقلاني المنطقي. الحوار المنطقي هو المطلوب الآن. أي نقطة خلافية قابلة للحل، لنأخذ أي نقطة ونتحدث عنها ونضع الحلول، الأمر متاح وممكن. ضيفنا الكريم التحية له أيضا أشار إلى حضور الرئيس الإيراني أحمد نجاد لقمة خليجية. نعم، حدث هذا في العام 2007 في الدوحة، في القمة الخليجية في الدوحة، وكانت هي بادرة ونية تقارب من قبل دول مجلس التعاون لإزالة النقاط الخلافية مع إيران وإبداء حسن الجوار، وتفضلوا لي أنكم جيران أصدقاء ومحبين متعاونين إلى آخره. سأتحدث عن نقطة هنا وليعذرني الضيف. آنذاك أتذكر أن تيارا مشددا ما أو أكثر من جهة هاجمت الرئيس نجاد لأنه قبل بمصطلح الخليج العربي ولم يصحح لقادة الخليج، وهم يقولون الخليج الفارسي، الخليج العربي، كان يجب أن يقولوا برأيهم الخليج الفارسي. هذه المسائل الصغيرة يفترض تجاوزها. المصطلح لكل دولة مصطلحها وهي حرة فيه، القضية قضية تاريخية وقضية تسميات وقضية كذا. هذا مثال بسيط طبعا لن أطيل فيه كثيرا، لكن أتحدث عن البادرة أو المبادرة الخليجية آنذاك للتقارب مع إيران، قوبلت بعد ذلك بحالة سلبية. الآن هذه المبادرة الإماراتية أتمنى أن تجد صدرا رحبا ونقاطا حوارية كبيرة واسعة للتوصل إلى حلول كبيرة. إيران لا أحد ينكر أنها دولة مؤثرة وفاعلة إقليميا، تستطيع أن تكون عنصرا مهما ومركز ثقل كبير لاستقرار المنطقة. دولة الإمارات حين تبادر فهي تبادر
لا أبالغ لو قلت باسم العرب جميعا، العرب كلهم يريدون الاستقرار، لا يوجد أحد لا يحب أن يكون بلده آمنا مستقرا وشعبه في أفضل حال. هكذا المسائل تحل، وبطريق الحوار السلمي، طريق الحوار الواعي، الأسلوب الرزين القابل لأن يطبق تكمن الحلول. وهنا سيد مازن، لترجمة هذه التطورات وتعبيد الطريق أمام هذا الحوار الذي تشير إليه، أن لا تقتصر زيارة الشيخ طهرون على لقاء مع مسؤولين الأمن والخارجية في طهران، بل أن تمضي للقاء الرئيس برئيسي هناك، إلى مدى تعكس أهمية وثقل بهذه الملفات التي تحملها فعلا هذه الزيارة والأفاق المأمولة منها؟ هذا الأمر يبشر بخير، بالتأكيد يبشر بخير أن يستقبل الرئيس الإيراني الشيخ طهرون، فذلك مؤشر على أن إيران قابلة لأن تتفاعل مع المبادرة الإماراتية الإيجابية وتكون أيضا هي إيجابية بدورها. الآن يمكن قد تكون طبعا نتوقع ذلك أن بعض النقاط الحوارية طرحت بين الطرفين، قدمها ربما الشيخ طهرون للرئيس الإيراني الرئيسي، وتحدثا بخصوص بعض القضايا العالقة أو القضايا التي تؤدي إلى شرخ ما بين دول الجوار. هذا الشيء كما قلت قبل قليل يبشر بخير، وأتوقع أن تتطور الأمور إلى ما هو أفضل وأحسن. ما دامت النيات حسنة فالأمور بالتأكيد ستكون نحو الأحسن. الأهم بالإشارة للنوايا الحسنة، معلش ومعذرة سيد مازن ليسأل السيد مصدق في طهران، لترجمة النوايا الحسنة لابد من المضي لخطوات تعكس ذلك، خطوات النوايا الحسنة فعلا وبناء الثقة هي مطلوبة، إلى مدى طهران مستعدة لإبداء المرونة على هذا الصعيد، وأين ربما تكون هذه الخطوات في ضوء تعدد الملفات والقضايا العالقة، سواء التوترات في مياه الخليج، الأزمات في اليمن ولبنان وغيرهما، أين يمكن أن نتوقع أن نرى الترجمات الأولى باعتقادك؟ أنا أعتقد يعني أولا أريد أن أتناول العلاقات بين إيران والإمارات، يعني هذه العلاقات هي دائما كانت في وضعها الطبيعي. أنا قلت يعني المشاحنات السياسية وأحيانا كانت تصدر تصريحات من مسؤولين كانوا سابقا هم مسؤولين، ولكن يعني أثناء ما أدوا بتصريحاتهم لم يكونوا يعني في موقع رسمي، والإعلام أيضا في إيران ربما يختلف، يعني أيضا هناك فسحة للحرية، يعني هناك من يتهجم، هناك أفكار، وبالتالي يجب لا نأخذها يعني كمبرر أو على وجه الجد ونبني عليها وندهور هذه العلاقات. يعني هناك كما قلت هناك أخطاء، ولكن العلاقات بين إيران والإمارات يعني دائما المصلحة الاقتصادية والتجارية هي كانت الغالبة، يعني كان هناك توتر شديد، ولكن العلاقات الاقتصادية بقيت قوية، ودائما العامل الاقتصادي والتجاري دائما هو سيد موقفه وتغلب على العامل السياسي، والعامل السياسي كان يسير من جهة ولكن عامل الاقتصادي من جهة أخرى. اليوم نحن نريد أن نعدل العامل السياسي، نريد أن نفتح صفحة جديدة، نريد أن تكون يعني أما كيف تترجم النوايا الحسنة يعني إلى العمل، أنا قلت يعني في الحيز الاقتصادي والتجاري الأمور تسير على وضع طبيعي وسوف تزدهر أكثر فأكثر، خاصة هناك محادثات مع المحادثات النووية في فيينا، وكما نعلم يعني في السابق كانت هناك أداتين، يعني أداة ضغط إقليمية تتمثل بالدول الخليجية وأداة ضغط إسرائيلية على الجانب الأمريكي، واليوم أنا أعتقد يعني من خلال فتح صفحة جديدة مع الدول والأشقاء الخليجيين هذه الأداة سوف تزول، وبالتالي نلاحظ أن إسرائيل يعني في وضع يعني متألم، وهي تصرخ لأنها متذمرة ومساءة من هذا الوضع، من هذا التقارب. أنا أعتقد يعني بالتأكيد حتى على الأزمة اليمنية هذا الشيء سوف يلقي بظلاله، وهذا فصل جديد أيضا باعتبار أن إيران هي لديها علاقات، نعم لديها علاقات وتعاون ومساعدة مع اليمنيين، وبالتالي وأيضا الجانب المقابل هو أيضا يحظى بمساعدة، وبالتالي للأسف يعني
هناك عامل خارجي أيضا يؤثر على الأزمة اليمنية. هذا العامل الخارجي يمكن أن يخرج، يمكن أن تتحول اليمن إلى فرصة لبناء المزيد من الثقة والتعاون بين إيران ودول الخليج لبناء وإعادة أعمار هذا البلد وما إلى ذلك. هناك القضية السورية، يعني ما يبعث الارتياح النفسي الإيراني أو لدى الإيرانيين، الموقف الخليجي يعني الإيجابي مؤخرا يعني تجاه سوريا ومحاولة إعادة سوريا إلى الحضن العربي، هذا شيء مرحب من قبل إيران وهو يشكل أهم عامل يعني لكي تتأكد إيران من هذه النوايا الحسنة لدى الجانب الخليجي، وبالتالي سوف تتفاعل وتتعاطى مع هذه النوايا بشكل ملموس. وأما بالنسبة للتسميات، أنا أعتقد أن التسميات يجب أن لا تؤثر، ويجب أن نعلم أيضا هناك وثائق تاريخية، هناك تاريخ يتحدث، ولكن يجب أن لا ننظر إلى التاريخ ولا ننظر إلى الماضي، ودعونا يعني من هذه الأشياء، ويجب أن لا تؤثر أساسا علينا. وإذا هناك كان هناك متطرفون لدى الجانبين، أنا أعتقد يعني يجب أن نحددهم، يعني نضع محددات لهم. وفي ضوء هذه المساعي سيد مازن، بتصورك أين تكون أولى الترجمات لهذا المناخ الجديد في العلاقة بين طهران والمنطقة؟ يعني هل أولى الترجمات تكمن في مناقشة حل الأزمات العالقة في المنطقة؟ الضيف الكريم أشار إلى اليمن وإلى سوريا، وهذا صحيح. لإيران دور مهم جدا في إعادة الاستقرار إلى اليمن وإلى سوريا أيضا. يمكن أن تساعد المبادرات الإماراتية في الذهاب إلى سوريا وفي التوجه إلى تركيا ثم إيران، كل ذلك من أجل السلام والاستقرار، وإيران قادرة. جميل في ضيفنا الكريم من إيران أنه يدعو إلى العقل وإلى الحوار وإلى السعي لإيجاد مخارج واعية لكل الأزمات، وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة. المرحلة الآن حرجة، تشكلت تنظيمات طائفية إرهابية في العديد من المناطق نتيجة الفوضى والاضطرابات، رأينا في سوريا في العراق، القاعدة في اليمن وغير ذلك. كل هذه التنظيمات وجدت مكانا خصما في بوتقة أو في غمرة الاضطرابات في المنطقة. لذلك القضاء على الإرهاب يخدم العالم ولا يخدم المنطقة فقط. التعاون من أجل إزاحة كل النقاط التي أدت إلى الخلل هو مطلب مهم. إيران دولة فاعلة مؤثرة، والإمارات تدرك ذلك، ولذلك توجهت إلى إيران بناء على الوعي الإماراتي بأهمية البحث عن استقرار الشعوب، عن سلام الشعوب، عن البحث عن المستقبل. أمر آخر، إيران كقوة اقتصادية هي موجودة نعم، لكن التعاون مع دول ذات ثقل اقتصادي وقوة اقتصادية مثل دول مجلس التعاون مهم لإيران، وهناك تبادل تجاري تاريخي، يجب أن يستمر بالطريقة المثالية بالطريقة التي تساعد كل الشعوب من أجل التنمية، من أجل النهضة، من أجل البحث عن مستقبل آمن رائع مميز إلى آخره. صحيح. أخيرا سيد مصدق، لا شك هناك أمال لدى الجانب الإيراني بأن يتم دفع المسار الاقتصادي والتجاري قدما في ضوء التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها طهران، لكن من دون حلحل على صعيد علاقة طهران مع الغرب، لا سيما مع الجانب الأمريكي، وفي ضوء وجود طوق العقوبات، هل بالإمكان المضي فعلا أكثر وأبعد على مسار تحسين وتطوير هذه العلاقات الاقتصادية؟ نعم، يعني للأسف يعني الموضوع يعني الأزمة النووية هي تلقي بظلالها يعني ظلال كثيفة وثقيلة يعني على مسار العلاقات، باعتبار يعني هناك من يتجاوب ويتعاطى مع الولايات المتحدة الأمريكية ويدخل أيضا في حلقة الحظر المفروض على إيران، باعتبار يعني هناك قرار أممي كانوا اليوم ألغي هذا القرار وأبرم اتفاق، ولكن هناك عقوبات أحادية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الغربيين يعني هم غير متحدين فيما في السياسة الأمريكية تجاه إيران، حتى لدى الأخوة يعني اليوم نحن من خلال هذه الإشارات ومن خلال هذه الزيارات يعني نأخذ إشارات واضحة، إشارات إيجابية واضحة من الأخوة الخليجيين بأنهم ايضا مهتمين بالجانب الاقتصادي. بالتاكيد يعني ازاحه او التوصل الى تفاهم
في مجال البرنامج النووي يعني إلغاء العقوبات على إيران وعودة إيران إلى وضعها الطبيعي التجاري الاقتصادي، هذا أيضا سوف يدعم كثيرا. ولكن يجب أن نعلم يعني التجارة تجارة تقليدية بين إيران ودول الخليج كما تفضل الضيف العزيز، وأنا أؤيد كل ما قاله، يعني علاقة تقليدية، علاقة شعبية، يعني حتى التجارة يعني اليوم الذي تتضرر يعني هم المواطنين يعني على ساحلي الخليج، وبالتالي هذه العلاقة يجب أن لا تتأثر يعني بمثل هذا الحظر. الحظر ربما يشمل يعني قضايا ومشاريع ضخمة، ولكن هناك أمور ترتبط بقوت المواطن، هذا الشيء أنا أعتقد يعني في ضوء ما نوقش اليوم. شكرا. يعني حتى رئيسي اليوم تحدث مع الشيخ طحنون فيما يتعلق بموضوع العلاقة التجارية، والسيد رئيسي طلب منه أن تكون هناك المزيد من التسهيلات في المجال القنصلي ومنح التأشيرات إلى رجال الأعمال حتى يتمكنوا، وأيضا كان هناك يعني رد إيجابي من معالي الشيخ طحنون. نأمل أن هذه فعلا يعني أن تكون هناك صفحة جديدة لأنها لصالح الجميع. أشكرك شكرا جزيلا، وقت نقاشنا لهذا الملف انتهى. أشكرك من طهران السيد مصدق بور الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا. ومن أبوظبي السيد مازن العليوي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما.